الخميس 21/11/1442 تشرفت القناة في زيارة امراح ابو صقر. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له ويزود له من فضلك. طبعا احنا الان موجودين بامراح العامر ما شاء الله تبارك الله اللي هو امراح ابو صقر. التقينا الحقيقه باحد الاخوان الاطباء المتخصص الحقيقه بالثروه الحيوانيه، نبغى الناس تستفيد منه ويعطينا بعض المعلومات اللي تنفع الحقيقه اصحاب الحلال. وش تنصح اصحاب الحلال يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معظم الناس لسه بكلم ابو صقر عن الموضوع ده بتكب العلف كب الغنم، عايز الغنم تسمن وعايز الغنم تاكل. اي نعم. بتحصل حموضه في الكرش، ودي مشكله كبيره جدا بتحصل قبل في مواسم التسمين، قبل عيد الاضحى في المواسم دي، ودي مشكله بتعمل مشاكل في الكبد وبتعمل مشاكل زياده حموضه في الكرش وبتضر. بعد كده تلاقي ممكن تلاقي الكبد شكله بيتغير بعد الذبح، وهو مش خطا ولكن له علاجات لازم الواحد يحافظ عليها. يظبط العلف، يحط ماده اسمها بيكربونات الصوديوم في الميه بحيث ان هي تظبط الحموضه في الكرش، ويتابع بقى الصحه العامه للحلال سواء كان درجه الحراره بتاعت الغنم، ترطيب المكان زي ما وصلنا ان شاء الله، رش الارضيه كلها ميه، المظلات الكويسه ديت، الفيتامينات بصفه دوريه، فيتامين سي خافض الحراره في الحر ده لازم كل يوم يتحط بدري، ما يتحط الظهر ولا الساعه 10 ولا الساعه 11 في الحر، لما تحطه في وسط النهار اثره بيبقى ضعيف، لكن لو بدري الصبح بدري بتلاقي ان شاء الله نزل درجه حر جسم الحيوان، بعد كده تلاقيه طول النهار ما يشعر بالحر. ما يشعر بالحر. طيب دكتور بالنسبه هل مثل في اهل الحلال يستعدون بالاغنام، يستعدون الحقيقه بالعلاجات قبل العيد؟ هل مثل اللحمه تبين انه مثل ان اللحمه هذه مثل طبيعي لازم الالتزام بالتحريم المكتوب على المنتج على الدواء. ايه؟ كل دواء له تحريم. ايه نعم. يعني الحين مثلا لو هتحط مضاد حيوي ما يصلح تحط مضاد حيوي للحلال. ايه؟ مضاد حيوي تحريمه في تحريمه 15 يوم، في مثلا 30 يوم، في رش مبيدات مثلا ولنفترض تحريمها 60 يوم، ما يصلح، لازم الانسان يلتزم بالتحريم. الفترة دي لو عايز يحط علاجات فقط الفيتامينات، لان ليس لها تحريم، ليس لها ضرر على الانسان، غير كده ما ينفعش. يعني انا فهمت من كلامك انه الفترة هذه اللي هو استخدام الفيتامينات واستخدام انه ترطيب الارضية حقت الاغنام. ايوه. وعمل المظلات لتضليل الاغنام. أيوة. هذه كلها يعني ترفع من صحة الاغنام. اكيد طبعا. صح. ترفع المناعة. اي علاجات ضرب الانسان. طيب نشوف احنا يا دكتور بعض المسالخ الان يشيلون بعض الاجزاء من اللحمة يقول هذه غير صالحة، وش الاسباب يعني وش الناتج؟ على حسب، بعض الاحيان في مكان ابرة. إيه؟ معينة في مكان مثلا في الكتف يكون مكان الابرة مدمي. بيكون لا قدر الله في خراجات في بعض الحلال ما شفتهاش هنا ما شاء الله. في غنم بيكون فيها اصابات بكتيريه يحصل خراجات في اماكن معينه لازم تتقص، واماكن فيها عدوى بكتيريه لازم تتقص، كده حسب راي الدكتور اللي في المسلخ طبعا. طيب انت رايك يا دكتور انه مثل هل تنصح انه ما يكون غنم بحظيره واحده؟ يعني مجزأ؟ لازم التجزئه، ولازم الاعمار تكون مختلفه، يعني في امراض بتصيب اعمار معينه لازم تكون دي غير دي. ده مثلا عمر معين، والثاني عمر ثاني، والثالث عمر معين، ده حجم معين ووزن معين وشكل معين مختلف، ده نوع من انواع الحيوان وده نوع ثاني، كل مكان التقسيم افضل طبعا. التقسيم افضل. والنوعيه هل مثلا النوعيه ما تخلط مع بعض؟ الافضل العزل. العزل. الأفضل كل نوعيه لحال. كل نوع لحاله، كل حاله عايشه حياتها باسلوب حياتها بطريقه حياتها بطريقه تغذيتها مختلفه عن الحياة الثانية. الله يعطيك العافية دكتور، حقيقة تشرفنا فيك يا دكتور، ويعطيك العافية حقيقة. كلامك جميل، ممكن إن شاء الله إنه الأخوان يستفيدوا منه، يعطيك العافية دكتور. طبعا الآن نبي ننقل لكم صورة عن الحلال الخاص بأبو صقر، واللي نشوف الحقيقة اللي احنا حضرنا الآن الموقع نشوف فيه اجتهادات الحقيقة من أبو صقر بتغذية الحلال وحقيقة المحافظة على الحلال ومراعاتها بالأشياء اللي تخدم الحلال حقيقة. فبيعطيكم الآن صورة يعني عامة لأنواع الحلال اللي عنده أبو صقر اللي خاصة بالنعيم، سواء خرفان ولا أرخال. ها؟ موسم الضحية الخروف فقط. الخروف فقط. أسعاره قلنا من كم يا أبو؟ والله يبدأ من الحد الأدنى من 1500 وانت طالع على حسب الأحجام. إيه؟ إلى
حدود 2500. الآن أخذنا السعر بصفة يعني عامة للجميع، تبدأ الأسعار من 1500 إلى 2500. وأبشرك عندنا أسوام أعلى من كذا، عندنا أسوام يعني تو كاسر ثني إيه؟ يسام من عندنا على 4000 ريال. على 4000 ريال؟ نعم هنا طال عمرك. يعتبر ذا ابو صقر اعلى سعر عندك؟ اعلى سعر يعتبر اعلى سعر ذولي ها؟ نعم ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما شاء الله تبارك الله، مرحله الفحول تقريبا، لكن اللي يشريها بموازين ما شاء الله تبارك الله، والموازين تعلي من 140 150 وطالع ما شاء الله تبارك الله. خليها هذه خلها ما شاء الله تبارك الله. هذا اسعار قلنا كم؟ سيما من قبل يومين تمامهم موجود. اي نعم. على 4000 طال عمرك. 4000. اي نعم. هذول يعتبروا طبعا اغلى. هي فحول لكن ياخذون الموسم الضحيه، في ناس يقول انا ابي اللي ما هو موجود نادر. وش الجذعان؟ لا تو مشلع ثني كله. ثني تو مشلع ثني ها؟ اي نعم. ما شاء الله. هذول كلها اسعاره تقريبا من كم ابو؟ كلها اقول لك ما بعد مفرزت تفرز وتطلع احجام من ال 1500 وانت طالع. 1500 1700 1800 حسب الحجم. اي نعم. اي نعم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه حظيره الماعز مخصصه ابو صقر للانتاج. يبيع الانتاج طبعا، ما يبيع الام، يبيع الانتاج فقط. عندنا مشكله احنا سلمك الله سلف اللي يقول ايه الراعي الحلال يبيع ويشري، لكن السلالات الطيبه اي نعم الا ما يمسك منها. يعني عندك سلالات طيبه منادره يعني نعتبره؟ ايه عندنا بالماعز يعني. يعني لا مو بالسلالات النادره، لكن السلالات الطيبه الجروم الحسنه اي نعم اللي يصير انتاجه لو صار عمره ولده ابو شهرين اي نعم ولا ذبيحه. ذبيحه اي نعم. اي نعم. هل مثلا انت تشجع ان الواحد يعني يستثمر بالماعز ويعمل، هل فيها فائده يعني؟ حلال كله مبروك. مبروك. كل الحلال. لكن احسن حلال للاستثمار. والله كتجربه يعني. كل شيء في حقه، الماعز طيبه وانتاجه طيب. اي نعم. وتكاثر. اي نعم. لكنه شقاه شوي يعني اللي هي متابعته، تبي متابعه اكثر. اظن تقريبا وانت بخصم من اقل الامراض هي. بحقه. بحق من الامراض يعني. هي مشكلتها بالاولاد. نعم. بالاولاد تبي متابع دقيق سواء صيف او شتاء. الفارق عن النعيم ان النعيم تالد همه ويلحقه ولا تلقى ال 500 راس بعامل مكفي، هالمعزه 200 تبي لها عاملين ويلا يلحقون به. نعم نعم. لكن المعزه يعني انتاجها رائع، ممكن تجيب ثلاثه، ممكن تجيب اثنين، صح ولا لا؟ تولد بال 14 شهر ولدتين. ما شاء الله. اي ولو وفق الله كل ولده تجيب اثنين، فاحسب. لا تكاثر ومبروك ما شاء الله. هذه كلها انتاجكم ذي؟ اي نعم. تبعون منها كم تبعون التيس ابو؟ والله التيس على زي ما قلت لك على حسب تسعير السوق، احنا ما تتبعون السوق انتم؟ اي نعم احنا وغيرنا طبعا. اي نعم. التيس يجيه وقت يصل 1000 ريال. اي نعم. ويجيه وقت يتمنى راعيه 500 ريال. لانه في واحد طال عمرك من حسب الاخوان اللي طلعنا جواله، انا كلمنا اليوم سوق الاغنام. اي نعم. قال اتصل علي واحد من جده وصورناه معه تيوس قليله حقيقه. قال اتصل علي واحد من جدي قال والله انا ابي 30، سمعك 30 خلنا نتفق انا وياك تحملها لي لجده. قال الرجال والله انا ما معي 30، ما معي الا هالسته والخمسه بس. قلت له يا اخي تنشرت من السوق. قال والله انا ما يعني ما اقدر اسوي هذه لان ممكن ما يصلح له. تمام. ونحرج من الرجال، لكن لو الحلالي عرف زينهن وشينهن. ويشرط له. ويشرط له وكل شيء. نعم. فاقول لك انه المعزه لهن ما شاء الله ناسهن. خاصة بالمنطقة الغربية والتيوس يحبونهن. حتى قاعد منطقتنا احنا المنطقة الوسطى الرياض يعني. اي نعم. يسحب التيس للمنادي سحب مهول. اي نعم. ولا يغطي. ولا يغطي. سعره ما نزل له سنة الآن التيس. اي نعم. له سنة ما نزل. ايش فاقه؟ ما شاء الله ما شاء الله. بس 900 800 750 والطيب يصل 1000. ما شاء الله. كم كيس شعير تعلفونهم باليوم يا ابو؟ المعزات. جميع حلالك. والله يختلف العلف، فيه مجنوي. ايه. اللي هو الانتاج. اي نعم. هذا له علف. اي نعم. وفيها الربط التسمين هذا له علف. اي نعم. فما هو بواحد. يعني فيه كم توقع يعني تكاليف اللي هو التعليف يومي عندك؟ عندي انا؟ اي والله التعليف كثير بالنسبه للي يسمن. اي والله واجد. يعني الراس احنا بعطيك بالفلوس. اي نعم. الراس تسمين يلحق اليوم من 4.5 الى وفيها ريال. نعم نعم. يلحق. يلحق. والله شيء مش. إيه لا يلحق اللي بيسمن صح. إيه؟ تقدر تنزل بالتسعيره. يعني مو بانه حكر. إيه؟ لكن نتكلم عن التسمين
اللي بحقه. وبالنسبة لصفة دورية يعني كم يومي، كل شهر كل شهرين تراجعونها تجيب الطبيب يعالي يعني؟ لا احنا عندنا الدكتور هنا يراجعنا للربط اسبوعي. اسبوعي. وعند الغنم الشمال شهرية، بصفة دورية شهرية. شهري. اي نعم. يعني هذا من اسباب يعني نجاح المشاريع اللي هو تربية الاغنام. تكلمنا قبل ان التحصينات هذه شيء اساسي للحلال ولا يمكن التنازل عنه. اللي يقول انا والله راحي ما عمري طعمت واو، نقول السلامه من الله كذا او كذا، لكنه السلامه ما هي بعاده. تحصن، انت عندك تعليمات تمشي عليها واسس، تحصينات امراض مثل هالاطفال اللي تولد عندك عيالك ما انت بتطعمهم كل فتره، نفس الحكايه. يعني وش نصيحك للحقيقة لأصحاب الحلال أو اللي بادين كابتداء في تربية الحلال، وش النصائح توجه لهم يعني؟ أنا النصائح أول شيء إذا كان ما عنده خبرة لابد من أنه يستشير أصحاب الخبرة، هذه واحدة، هذا شيء أساسي. نعم. اثنين، لا يتنازل بالنسبة للتحصينات اللي التطعيمات الدورية الدموي والمعوي والطاعون والجدرة والهويجر، هذول لابد. أضف لذلك إذا كان بيترزق الله وبيتاجر يداوم على السوق، لا ينقطع على السوق، لا ينقطع السوق، تخبر يوم ويوم. نعم. والعزيمة والإصرار ولا بد من الهواية. إذا كان الشخص عنده هواية للشغلة مربحة، ما عنده هواية والله لو الناتج عنده 100% المكاسب الشهرية. نعم. إلا أن الحلال فيه غثاء وفيه متابع وفيه يبي ما كل يصبر عليه إلا هاوي، يعني يبي رجال صبور جدا. ها؟ إيه لازم. صبور وتحمل. لازم. وتحمل التكاليف اللي يمكن يكون ما له مردود مؤقتا، يعني تبي له صبر المردود يعني. إيه. بالمتابعة وبالأدوية وبالتعليف. لا شك. إيه نعم. لا شك. التعليف. أنت عندك ما شاء الله مزرعة، ما فكرت إنك مثل تزرع هنا يعني هل أنت مثل زارع هنا أعلاف أم أعلاف؟ لا هنا ما في مجال زراعة الأعلاف، كم الصغر المساحة. زراعة شمال بالمشروع شمال. عندك مشروع ثاني؟ إيه في مشروع أجار طبعًا. نزرع أبو حلال ولا هو بشرط للزراعة، لكنه هو للسعة وللحلال. واليوم يقول صراع الشغلتين بطال. صح. خلى المزارع يزرع ويشرب من وين؟ نعم. هذا كله يستفيد. نعم. إيه نعم. زي ما أنت تنتج. نعم. وتبيع عيال الغنم يأخذ واحد يربط وترزق الله، هي كذا يعني. حياة كذا. نعم. الحقيقة والله الحقيقة نشكرك أبو صقر على هالمشروع الجميل. الحقيقة أنت وامثالك لأنكم أنتم تدعمون الثروة الحيوانية وتبقون الحقيقة للناس وتعلفون وتتعبون علشان الناس تستفيد من هذه اللحوم. الحقيقة كلمة أخيرة، عندك شيء طال عمرك؟ والله زي ما قلنا لكم يا هلا أول ما جيتوا، نقول يا هلا وسهلا والشكر لك أنت موصول شخصيا. الله يجزاك. هلا أقول تعبك واجتهادك ولا أنت بتدور مردود، الله كله لإيصال المعلومة الصحيحة. والله نفرح نسعد حنا. ودعم المستهلك والمربي. نعم. وهذا شيء والله تشكر عليه. نفتخر والله. ولا نقول إلا عسى الله يوفقنا وياكم ما يحب ويرضى. حنا الكلمة اللي حنا بالنسبة لحلالنا. نعم. حنا نشرط لحم. نشرة لحم. أي مكان في المملكة أو داخل المملكة لو طلب منك تجيب له ترسله له. إيه نعم. يعني ما في مشكلة. ما عندي مشكلة. مشروط يعني إذا ما صلح لك رجعه. لا عند حنا في أحد يشرط الشرط الذهبي بالنسبة للغنم. إيه نعم. حنا عندنا شرط ذهبي. ما شاء الله عليك. نعم. يعني لأننا ضامنين على فناء. إيه نعم. وضامن الله سبحانه وتعالى. نعم. وندري وش نسوي. نعم. الأسعار عاد هذه أسعار عند الله. نعم. احيانا واحد تمنى راس ماله. نعم. واحيانا تطبق ادبال واحيانا الاسعار ما نقدر نشرط لحد سعر انه بهالكثر ولا يزيد او بهالكثر ولا ينقص. إيه؟ لا احنا مع السوق. نعم. دائما. نعم. لا احنا قصدنا بنفس الحلال يعني نحل مثل يكون سليم قوي مثل انه مثل يخدم المشتري انه يكون طيب خاطره. أنا هذا قصدي لكم تشرطون أشياء ذي يعني. نعم عندنا شرط جودة اللحم. شرط جودة اللحم على مدار العام شلونه يعني. أنا اللي استفدنا من أبو صقر إن أبو صقر يخدمكم أنت ببيتك. يعني بعض الناس كثير من الناس أصحاب اللي بيضحون ما عنده خبرة بالأغنام، لكن لما تجد مثل أبو صقر وشروة أبو صقر راعي خبرة وراعي معرفة يشرطون لك الشيء يجيبوه لك إن صلح ولا رجعه. فهذه تعتبر خدمة عظيمة نشكر أصحاب الحلال عليها. نحط لكم جوال أبو صقر يعني اللي يبي ضحية سواء داخل القصيم أو خارج القصيم، وصار أبو صقر عنده استعداد أو إنه يبي كمية
ترزق الله بهالضحيه حقي فرصه هي. عندنا مشكله انا اعتبر الجمله وفي سعر للتفريد هذا هذا مو عندنا هذا حتى عند اصحاب علب الببسي يعني ما شاء الله عليك الله يقويك ويعطيك العافيه. هذا وش التيس ما شاء الله دعم هذا فحل الله هذا ما شاء الله ما شاء الله ما عندك الا واحد بس لا عندي ثلاثه ثلاثه منهم هذاك نعم هذاك ثاني ها هي طبعا عندنا المعزه يعني لو بغينا نتكلم بالحقيقه ما هي عندنا مشروع راس مالي اكثر ما انه هوايه هوايه ولا ونحتاج حليب احيانا بالشتاء نعم لعيال النعيم نعم ولا المعزه مبروكه وابشرك ساده حاله وساده عامله وميزتنا لا ويعتبر ألذ حليب ترى حليب المعزه أيه المشهور اللي يعتبرونه ألذ حاجه أيه يعني يعني معروف هذا بين انواع الحليب الله يعطيك العافيه ابو صقر ونقول ما شاء الله تبارك الله الله يقويك ان شاء الله ودائما نشوف هالمشروع ناجح ويزيد لك ويبارك لك ان شاء الله كم جوالك ابو صقر كم يبغى 0500 3 9 ابو صقر وفي رقم الاخ ابو صالح اي نعم قصدت من موجود محلي انا وياه الحل وهذا رقم الثاني حق اخوه ابو صالح كم طال عمرك 0557 9159 يا هلا وسهلا نقول لكم طال عمرك من امراح ابو صقر تربيه الاغنام ولا هو بشرط اللي يدق اللي بيشري حتى اللي بيستشير ترى ما عنده يا سلام عليك والله نبي نبي الاجر هذه نبي زكاه عملنا انك رايع الحقيقه انك رايع بيستشيرنا بتربيه برابط بمتاجره نعم والله نسعد ودنا نصير سبب رزقه المسلم ما شاء الله تبارك الله هذا من طيبك وطيب اصلك يا ابو الحقيقه يعتبر ان قلنا لكم صوره من الحقيقه من مشروع ابو صقر لتربيه الاغنام واعطيناكم جوالاتهم واي واحد يبي ضحيه او ذبيحه او يبي يشري كجمله ترزق الله قبل الضحيه او يبي يستفسر ترى ان شاء الله كل الامور هذه موجوده عند ابو صقر نشكر الحقيقه وعلى ترحيبه بنا وتقديم لنا هالمعلومات الطيبه ندعي له بالتوفيق وادعوا له بالتوفيق والله يبارك بحلاله ان شاء الله ما شاء الله هذا كله اللي هو حظاير تربيه الاغنام في مشروع ابو صقر هذه كلها نعيمي اعطيناكم اسعارها واعطيناكم المعلومات عنها الله يبارك له ويوفقه ان شاء الله ويستاهل حبيب رجال طيب ما زكي على الله شيء لكن الانسان تعرفه من طيبه ومن اسلوبه وحبه للخير للناس فهذا لازم الواحد يثني عليه لانه يدور الخير للجميع الله يوفقه اتمنى له كل خير ان شاء الله